رحل عن عالمنا فجر اليوم الكابتن سمير عبد ربه مدير النشاط الرياضي السابق بالنادي الأهلي عن عمر ناهز 78 عاما بعد صراع طويل مع المرض وبعد أن سطر تاريخا من العطاء في الرياضة المصرية. وحرص أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور جنازة عبد ربه والتي شيعت ظهر اليوم من أحد مساجد منطقة التجمع الخامس. ونعى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية وعدد من رموز النادي الأهلي ببالغ الحزن والأسى الراحل الخلوق الذي أعطى الكثير والكثير من أجل خدمة القلعة الحمراء خاصة والرياضة المصرية عامة. كما نعى دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سمير عبد ربه الذي شغل منصب مدير مركز شباب الجزيرة من قبل، حيث نشر وزير الرياضة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للراحل وعلق عليها قائلا: البقاء والدوام لله وحده، تاريخ من العطاء في الرياضة المصرية. كابتن سمير عبد ربه المدير التنفيذي بمركز شباب الجزيرة في ذمة الله. ولد سمير عبد ربه في 26 من يوليو عام 1942 وتخرج في كلية التربية الرياضية بالهرم عام 1965 واستمر في العمل الإداري الرياضي لسنوات طويلة بنجاح حتى رحيله. طبعا كان لازم في هذا الصدد انه مجلس الاداره، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، انه يصدر تعليماته لاداره النشاط الرياضي بالوقوف دقيقه احداد لمده 3 ايام على روح الكابتن سمير عبد ربه مدير النشاط الرياضي الاسبق قبل طبعا بدء جميع اي تدريبات تخص الفرق الرياضيه. ده طبعا تقديرا ونوع من التقدير لمجهود الكابتن سمير عبد ربه مع النادي وعطائه طبعا على مدار سنوات طويله جدا، خاصه وأنه كابتن سمير كان نموذج للإخلاص فعلا والكفاءة والتميز. يمكن في جهود كثيرة جدا ساهم فيها الحقيقة وساهم في تحقيق العديد من البطولات كمان لفرق النشاط الرياضي في مختلف المسابقات سواء على المستوى المحلي أو القاري. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. ده طبعا دي أساسيات النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي. مجلس إدارة النادي الأهلي على مر العصور ما بينسوش طبعا الناس اللي خدمتهم بشكل كبير. كابتن سمير عبد ربه من الراحلين ذو الشخصية العظيمة والخدمات الجليلة للنادي الأهلي.